السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميل أن نزرع الابتسامة في حياتنا، جميل أن نوزع الابتسامات إلى من هم حولنا، جميل أن نلقي الابتسامات على من عرفنا ومن لم نعرف. إذا استيقظت صباحا ابتسم، إذا عدلت شماغك ابتسم، إذا شفت أبوك ابتسم، إذا شفت أمك ابتسم، إذا شفت أخوانك ابتسم، إذا شفت عيالك ابتسم، إذا شفت معلمك ابتسم، إذا شفت العامل اللي غسل لك سيارتك ابتسم، إذا شفت راعي البقالة أيضا ابتسم، حتى الحيوان إذا شفت ابتسم، ليش لا؟ مو معي خلي ابتسم. جميل أن نزرع الابتسامة يا شباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. هذه كلها يا شباب صدقة تجمعها في يوم، تجمع في يوم في سلة كاملة. تبسمك في وجه العامل، لأبيك، لجميع من حولك تبتسم لهم. أنت الآن تعمل صدقة وتزرع بصمة، بصمة نشر السعادة بين الناس. لا انت